واحد بيقول هل توجد مخلوقات أخرى على غير كوكب الأرض؟ وبماذا تفسر وجود الأطباق الطائرة؟ انت ابني هتنسبهم من هناك ولا ايه؟ الكتاب لم يذكر لنا أي حياة عن الكواكب الأخرى. إن وجدت حياة أو لم توجد أمر لا يتعارض مع الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس ما جابش سيرة الموضوع ده خالص، طلع كده ما طلعش كده، ما يتعارضش مع الكتاب. لكن الدلائل الموجودة لا تدل على إن في مخلوقات أخرى. يعني مثلا الأكسجين اللازم للتنفس هل موجود في الكواكب الأخرى؟ كل واحد من رجال الفضاء بيطلع هناك في سفن فضاء بياخد معاه كمية من الأكسجين يتنفسها هناك، لكن مفيش. هل موجود المية هناك اللي هي الحياة؟ ما قالوش إن فيه. هل اللي طلعوا في الكواكب صادفهم حد من المخلوقات الحية ولو فار حتى؟ مفيش. لم يصادفوا أي كائن حي ولا نملة، ده لو صادفوا النملة كانوا جابوها تعرض في متاحف أمريكا وروسيا. فإحنا يا ابن لا نعرف، والكتاب المقدس لم يقل شيئا، وانت مش هتستفيد حاجة لو عرفت ان في كائنات حية.